من يوم الخميس من بعد ماتش اثيوبيا لحد النهارده واحنا بنعيش مسلسل عبثي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. والحقيقه يعني مش هخبي على حضراتكم باللي بشوفه وبالمعلومات اللي النهارده هتسمعوها بكواليس لاول مره في الاجتماع اللي حصل النهارده في الاتحاد المصري لكره القدم، هتعرفوا حاجات واقدر اقول لك ان لو انا اللي ماسك اتحاد الكوره، انا ماسك اتحاد الكوره ما بفهمش في الاداره يعني، ومعاه فريق الاعداد بتاع اللي ما بفهموش في الاداره، مش هنعمل اسوأ من اللي بيتعمل دلوقتي. مفيش أسوأ من كده، فعشان بس حاجة تبقى يكون معايا في الصورة يعني، عموما بشكل عام يعني هو مفيش أسوأ، فأنا لو جيت عملت حاجة في اتحاد الكورة أنا تمام قشطة يعني، زي الفل يعني. مفيش عبث كروي شفته في حياتي قد إن المدير الفني لمنتخب مصر تتم إقالته وهو في الطيارة في مداخلة التليفون على الهواء في برنامج. ده حصل. أقسم بالله حصل. استاذ جمال علام عمل مداخله، رئيس الاتحاد المصري للكوره عمل مداخله اقل فيها الراجل وهو في الطياره. طب واحنا كنا نايمين نمنا مثلا من يومين، ماتش يوم الخميس تلعب الساعه 6 والدنيا كلها شايفه انه في مشكله، فطب لو انت عايز تقيل الراجل تقيله وهو في مصر ولا هو في الطياره؟ طب سنس، طب حسبتها ازاي يعني؟ حسبتها ازاي؟ اشرح لنا حسبتها ازاي. عايز تقيل الراجل تقيل هو في مصر وتطلع بقى مدرب مساعد معاه هو اللي يبقى موجود، يبقى موجود مع التيم، ماشي تمام. طب انت مش عايز تعمل كده وطلعت امبارح بيان وقلت يوم الخميس طلع تعمل مداخله بتعجن فيها العك ده كله ليه يعني؟ ايه العكايه دي؟ انا ما فهمتهاش العكايه دي. ايه عكايه ان احنا الجهاز دلوقتي مبقاش موجود واحنا كلفنا الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات ان هم يجيبوا سعر ذاتي للمديرين الفنيين؟ ازاي يا جماعه؟ ده ازاي يا جماعه؟ حد عاقل يقول لي ان ده طبيعي بيحصل في الكوره؟ هل ده بيحصل في الكوره في اي بلد في الدنيا؟ هل ده منطقي؟ انا عن نفسي ما شفتهاش. طول عمري اشوف انه عايزين نقيل حد يعني. ده الناس طلعت امبارح بيان انك هنقيل يوم الخميس او هناخد قرار يوم الخميس، حاجة في منتهى العجب العجاب. النهارده نادي الأهلي بالمناسبة كان في مؤتمر في منتهى الأهمية، هشرح وهنقف عند كل حاجة فيه، بس خليني أقول لك على مسؤوليتي وأقول لك ده مش هتسمعه يعني، إنه كان هناك اجتماع اليوم عشان تعرف مدى العبث اللي احنا فيه. خلاص؟ كان هناك اجتماع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. أستاذ جمال علام طلب من السادة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم إنه يوقعوا على محضر وهمي لاجتماعهم في وقت سابق بتاريخ قديم يتم فيه تبرئة ساحة الاتحاد المصري لكرة القدم وتبرئة ساحة الأستاذ جمال علام من مسألة خطاب النادي الأهلي ومسألة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. فالأعضاء، أنا أحتفظ بالأسماء لنفسي يعني، ده تدليس، ده تزوير ما ينفعش نشارك فيه، الاجتماع ده ما حصلش، نمضي على إيه؟ ما حصلش، نمضي على حاجة ما حصلتش. ناس منهم اتلخبطت لأن هي ما قريتش كويس، وناس تانية لما قريت كتير هنمضي على إيه؟ اللي ده خد بس، فاللي ما مضاش وعى اللي مضى، فالناس تراجعت. ده اسمه كلام؟ اللي بقوله لك ده انا بطلب من الاستاذ جمال علام على الهوا يعمل بيان رسمي ينفيه، يقول لك لا ده ما حصلش. عايز اكتر من كده؟ فتحنا الساحه للناس الفتره اللي فاتت، تعالوا يا جماعه وجبنا الناس من اتحاد الكوره اشرحوا موقف المواقف اتحاد الكوره ايه، وادينا للناس المساحه وشرحت الموقف. النهارده لما تشوف النادي الاهلي وهو بيشرح، لا 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 لا، واضحه وصريحه، هذا أمر له الأهلي حق فيه وبنسبة 100%. 100%. والحقيقة أنه بشوف أنه الطبيعي في مثل هذه المواقف أنه الحاكم الناهي والقاضي الشرعي الطبيعي للمسألة ديت هو السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. بشوف أنه من صميم مهامه في هذا التوقيت تحديدا إجراء تحقيق عاجل فيما يتعلق بمسألة نهائي
دوري ابطال افريقيا. انت شايف احنا بنعمل ايه ولا لا؟ انا داخل في منتخب مصر للمدير الفني اللي مشي وهو في الطياره، قال يعني المشكله في المدير الفني. انت معايا ولا ايه؟ فاكر امبارح انا فاكر يا عم رجب ما قلت لك ايه؟ ايهاب جلال هي ايه؟ انا قايلها لك اقسم بالله ما انا عارف، يعني ده اي حد في الدنيا عارف ان هو هيمشي. قلت لك ايه؟ ايهاب جلال هي ايه؟ هيمشي، بس اللي ما خططش هيعمل ايه؟ مكمل. قال لك انا الجمعيه العموميه جابتني والجمعيه العموميه مشيتني. اخبطوا دماغكم في الحيطه. عايزين حاجه؟ حد له شوق في حاجه؟ بس خلاص. ودي دايما الازمه اللي احنا بنقابلها، انه للاسف الاختيارات للاسف دايما بتوقعنا في المشكله اللي احنا واقعين فيها دلوقتي. تخبط اداري ملهوش حد. تخبط اداري لاقصى درجه. تعالوا بقى نعمل اجتماع، اصل احنا قاعدين في الحوش. تعالوا نعمل اجتماع ونمضي على محضر قديم ونقول فيه انه احنا قعدنا واتكلمنا وفصلنا وبتاع عشان خاطر النادي الاهلي نبعت له، واللي بقى احنا قدام الناس عظمك الزهرك. ايه ده؟ في ايه؟ مش للدرجه دي بقى. هل بعد الكلام ده في كلام تاني يتقال يا جماعه؟ هل انا لازم اطلع اقول لابد من الاستاذ جمال علام ان يستقيل ويتقدم باستقالته احتراما وتقديرا لشعب مصر اللي شاف التخبط الاداري ده؟ هل انا لازم اقول كده؟ ولا لازم نعمل ايه بقى؟ ولا لازم نقعد نخاطب الجمعيه العموميه، يا جمعيه عموميه من فضلك اعملي اجتماع واسحب الثقه، نعمل كده؟ طب نعمل ايه طب يا جماعه؟ هي المشكله بقت في ايهاب جلال؟ هي المشكله بقت في الاهلي؟ هي المشكله بقت هنا وهنا؟ هل دلوقتي رحيل الكابتن الكابتن هقول لك معلومه، يعني معلومه كده بالمناسبه، يعني وكيل الكابتن ايهاب جلال كان فاكر الكابتن ايهاب جلال هنا، واول لما عرف اللي حصل ده في مداخله على الهوا كان بيحاول يكلم الكابتن ايهاب جلال عشان ما يسافرش. يسافر ازاي يعني؟ واحد مقال في الطياره. فالتاني كان بيلحقه، قال له طب الحقه قبل ما يسافر، حتى الحقه قبل ما يسافر. يا جماعه في حد في الدنيا ده تفكير كوره؟ ده تفكير تخطيط؟ ده له علاقه بالكوره؟ ده له علاقه باي حد عايز يطلع لقدام؟ مستحيل. فاحنا نقعد ايه بقى؟ في نفس اللي انا بقول لك عليه ده، ارجع بقى للكلام اللي انا قلته لك امبارح. مفيش حاجه هتحصل. احنا هنقعد نهاتي ونقعد نحرق في دمنا ونقعد نقول لك في كواليس ونقعد نقول في تفاصيل ونقعد نقول يا الناس يا جماعه خدوا بالكم. هل احنا لازم نقول للناس يا جماعه حسوا بالناس؟ هل ده هو مطلوب؟ ولا الناس لما تشوف انه في مشكله كبيره جدا جدا هم مش عارفين يديروا؟ يا جماعه انتوا مش عارفين تديروا يا جماعه. احنا في ازمه بقالنا 3 ايام، بدل ما بتاخد قرارات حقيقيه حتى كمان يعني على الاقل يا اخي على الاقل ندعو لاجتماع، او ندعو مثلا ل يعني حتى كمان السيناريو بتاع ايه؟ احنا هنعمل اجتماع يوم الخميس ونعلن فيه القرار، مقبول. كل راجل لعب ماتش كوريا وهو راجع في الطياره يعرف ان هو اخيل، ماشي خلاص لعب الماتش. طب انا راضي ذمتك يا اخي، انت دلوقتي لعيب في منتخب مصر ومديرك الفني ده انت عارف ان هو مش موجود، هو مش موجود اصلا، وانت مغلوب الماتش اللي قبليه والدنيا مقلوبه عليك. قول لي احنا ننزل نعمل ايه؟ اقسم بالله انا خايف من فضيحه في ماتش كوريا. قول لي بالله عليك، انا عارف ان الراجل ده مش موجود، هتعامل ازاي؟ والدنيا قايمه عليا وانا شايف الامور عامله ازاي؟ فلا الراجل اصلا هو هيجيب ثقه منين اصلا؟ انا عمري في حياتي شفت مدير فني ادار ماتشين رسميين ومشي. عارف ليه ولا لا؟ عارف ليه ولا لا؟ علشان خاطر النهارده الاستاذ جمال علام حكى اللي انا قلت لكم امبارح بالتفاصيل في موضوع كيلوش. بصوا انا لو برنامج النهارده 6 ساعات، عندي في ال6 ساعات معلومات مش هتخلص، وكله طازه بطازه بالظبط كده. داخلين الميتنج بتاع الزوم ده مع كارلوس كيروش، رحنا اتزحلق مننا مش فعندناش خطه، ما عندناش اي حاجه، فنعمل ايه؟ اوب 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 دخلوا على الناس، طب نجيب الكابتن ايهاب جلال. جابوا الكابتن ايهاب جلال يحاسب بقى الكابتن. اقسم بالله ظلم باين، لانه صعب ان مدير فني تحكم عليه على ماتشين، وصعب انه يدير، وصعب حاجات كتير. دافع فاتوره كل العك والتخبط الاداري اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت. هيشيلوا مين؟ تعالوا بقى نشوف. هي عاده دي بقى، مش لقوها في برديه، دي لقوها في مسله مصريه، دي مسله دي كبيره بقى، دي اللي هي ايه؟ اول لما تحصل بساعه الجد لبس اي حد، دي موجوده بقى. فخلاص دي بقى هنلبس مين بقى؟ مين كبش الفدا اللي هنا دي؟ دي موجوده في المسله القديمه بقى.
هنلبس مين؟ لبس الكابتن ايهاب جلال. لكن احنا لينا دعوه بالنجاح، احنا جبناه، احنا بنرجع ماشي مدير فني بعد ماتشين عادي جدا. لكن احنا في حاجه احنا عملناها غلط؟ لا مش هنطلع نقول ان احنا عملنا حاجه غلط، احنا عملنا حاجه غلط عادي جدا مفيش مشكله. وكلفنا الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات بان هم يجيبوا مديرين فنيين اجانب، والراجل في الطياره